السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم. حلقه جديده من برنامج ايام الناس، راح نكون وياكم من معرض بغداد الدولي لمعرض مكافحه الارهاب والعمليات الخاصه والامن السيبراني اللي مقام حاليا على ارض بغداد. فراح نشوف الشركات اللي موجوده هنا، وايضا بالتالي راح نشوف على موضوع ومنتجات الصناعه المحليه اللي موجوده واللي جاي تصنع داخل الشركات والوزارات الحكوميه. خليكم معنا. بدايه نريد ان نتحدث عن موضوع مشاركتكم اليوم بالمعرض ونشاطكم، شنو الفعاليات اللي موجوده بقسمكم؟ قدم المعرض وهذا المعرض قبله من كان يعني طورنا الموضوع، عندنا موضوع حياه تدريه الامن السيبراني بدايه كان مكافحه الارهاب. الامن السيبراني عندنا شركات اللي هي مشاركه معنا، يعني شركه اربع شركات هي رائده بالموضوع ما شاء الله على مستوى العراق وعلى مستوى العالم. شنو تقدم خدماتك؟ هي بصوره عامه الامن السيبراني كلمة لكن مفهومها أكبر. يعني كلمة هي واحدة لكن مفهومها أكبر. موضوع ضخم جدا ضخم. من المعلومات، من الاتصالات. بالتالي ايه. اليوم مشاركتكم، أنا بدي أعرف الغاية من المشاركة. توجيه العالم إنه تعرف إنه أكو شركات ساندة، شركات حكومية أكو شركات ساندة في الموضوع، على ضوء إنه هي تقدر ترتب أو تتعاقد أو تأمن على معلوماتها أو تأمن على المحتوى الالكتروني الموجود كل شركه كل الوزارات اللي عندنا. هاي الشركات اللي عندكم خدمات يعني جاي متعاقدين ويا شركه تعاقد الوزارات هي الموضوع مو الموضوع مو الموضوع مهم، لان اكثر المواضيع اللي تصير هي اكثر شيء امنيه. الامنيه تدري موضوع حساسيه بالضبط، فكثير مواضيع عندنا معروفه هي هسه بالمعرض اللي موجوده هي كثير من عندها امنيه وتخصنا احنا حصه يعني تقريبا حصريا راح تصير شغل السلام. شركه السلام هي قديمه في الموضوع هذا واللي هي مسكات كم يعني تقريبا 96 1996 هي موجوده الشركه، كنا قبل تصنيع عسكري وتحولنا احنا هسه. الموضوع قلت لك ضخم وهين مو هين ولا صغير الموضوع. يعني بال 96 ايش كانت تقدم خدمات الى يومنا هذا؟ دخلنا غير الموضوع. تمام يعني اوكي، احنا شغلنا امني، كان شغلنا امني، كان شغلنا من المخابرات بس طلع المخابرات ما ممكن تشرح لنا عليها. يعني احنا هسه موضوعنا عندنا موضوع عندك احنا موضوع قسمين، موضوع الامن السيبراني وعندنا موضوع الحمايه. المواضيع اللي عندك عندك هزه جي بي اس، هاي انتاجنا 100% هذا الجي بي اس بالضبط، اي تجميعنا هذا جي بي هذا موضوع الجي بي اس. انت جهاز ما حلوله انه احنا نجيب الكومبوننت نسميها اجزاء نجمعها برامجها جاهزه وعلى ضوها يعني زبون يجينا زبون طبعا عنده وارده ولا كل شيء مشهد السيارات اللي عندك بانواع طبعا هذا النوع وعندنا الفيرجن الثاني اللي هي بكفاءه شنو اللي تبدا سياره اللي هي تخص وزاره النفط تخص وزاره اكثر شيء بالضبط هي النفط مسؤوله عن المواضيع فقدان البترول ما بترول تهريب قللناه 100% مواضيع سقاصة الخزينة اللي هي سيارات الخزين تجيك نفس الموضوع بعد تعرف انه سيارة ما تقدر تنباق بعد حتى تنباق الروت. هاي المنتجات فقط موجودة لكن احنا سعرنا مدعوم بالنسبة للموضوع يعني اقل من 100 دولار اقل مو يعني اوبشناته هي موضوع عندك اوبشن بي كل اوبشن له بي خيار معين وعلى ضوها تزيد الكوست او احنا نقول نزيد السعر حسب طلباتك يعني اكو مواضيع تحتاج بها كاميرا مواضيع تحتاج حتى كاميرا هم وياها حتى موضوع يو اس بي بالضبط حتى موضوع ثاني انت عندك الفويس تو واي احكي وياك تحكي وياي هذا الترتيب بالضبط ومو تجسس هو سرقت السياره بالضبط سرقت السياره بس تعرف الاصوات اللي تريدها او تحكي ويا السائق ضمن قناه خاصه له زين قد المدى هذا جي بي اس العراق كله اكو نوعين العراق كله ايه. حتى عالم يرهم ليش؟ قلت لك ابي نوعين على جي بي ار اس وعلى جي بي اس جي بي ار اس يعني سم كارت احط له وعلى الارقام الرقميه
هو اوروبي بس تجميعنا احنا عراقي 100% بالضبط. شو العراق هذا انتاجنا، عندنا احنا مصنعين، هذا المصنع الاول، هذا بالضبط، هذا عندنا انتاج، خط انتاج عندنا احنا، عندنا خط انتاج والكاميرات الحراريه، لكن هو اختصاص وهو المطلوب، بس الاشكال اللي طبعا مو بس الناظور، هذا السيستم كله الكاميرات الحراريه اللي من الناظور، هذا طبعا تجميعنا، هذا كوري بريطاني كيلو ربع، الحلو بكيلو ربع مداماته فعال، سعره مناسب بالسوق وارخص من السوق، من 5000 6000 دولار حسب الاوبشنات، لنهايه كل شيء له اوبشن، هاي ويا مقدره مدى انه هي تعطيك بالضبط ايش قد المسافه بينك وبين الهدف. عندك هذا الناظور الثاني كل حراري، احنا عندنا الكاميرات هاي الحراريه انواع، تبدي من 75 ملم اللي هي قطر العدسه اللي هي توصل لحد العده 150 و500 ملم اللي هي طبعا هاي ما موجوده بالاسواق، يقول لك ايه اوردر موجود مو مشكله، احنا الفيك انه يمنا اجهز لك اياها مباشره راسا، مو مقيدين، ارخص، مو مقيدين بموديل، يقول لي هاي الكاميرا غير لي مواصفاتها اغير لك اياها حسب ما تريد، فتفرق عن السوق، عنده موضوع ثابت قالب ما يقدر يغيره، احنا لا كل شيء نغيره ما عندنا اشكال. السنسرات اللي موجوده طبعا هاي الكاميرا عباره عن عدسه، هي كاميرا ناظر اثنيناتها عباره عن عدسه، هاي سجل طبعا، عندك عدسه عندك حساس والبقيه الكومبوننت الاساسيه. الحساس هسه عندنا الكاميرا الحراريه مو هذا، فقنا السوق اللي موجود بالسوق 240، احنا اعلى من عنده صرنا هسه 1024 وعندنا 1280، قربنا للاتش دي، كاميرا حراريه اتش دي اللي طلع اسود وبيض لكن رزوش ما تكونش عالي. هذا كله انتاج شركه السلام، انتاج شركه السلام هذا بالضبط، يعني عندنا هذا احنا هذا انتاجنا تجميعنا، لكن الكومبوننت الاساسيه هي كوري بريطاني، كوري بريطاني تجميعنا احنا بالضبط، هي هاي مرحله اولى، مرحله ثانيه ان شاء الله نقل التكنولوجيا 100% يمنا، يعني صعبه هي موضوعها، بس يعني احنا كنا قبل نشتغل ايام زمان، يقول قبل السقوط كنا نشتغل احنا بوردات كامله، هسه حاول انه يرجع مثل ايام زمان. من الواضح انه كلامك جاي اكو انتاج عندكم واكو صناعه، بالتالي ليش هاي الشائعات والحرب الاعلاميه دائما خصوصا اتجاه القطاعات الحكوميه انه ماكو صناعه، ماكو شيء، العراق ما صنع شيء، ما انتج شيء؟ ينتج، احنا مشكلتنا هم القطاع الحكومي، العالم تدور على القطاع الخاص اللي هي ما تشوفه، يعني مثلا موبايل معروف كلها تشوفه وانتاج، لكن القطاع الحكومي ما حد يعرفه شكو بيه، يعني اكو مواضيع احنا تربحها خلل، عفوا ممكن يكون خلل منكم، يعني ماكو ترويج، ماكو وصول للمواطن، توجه الراي العام يحاول انه هو المنتج الاساسي باعتبار انه ماكو ثقه، وحقه هو ماكو ثقه، لكن من ينجي ماكو ثقه لا بالمنتج العراقي بصوره عامه، لكن يقول لك صار من 2003 حتى هسه شنو قدمنا؟ كهرباء ماكو، وضعيه ماكو، هم نحكي سوينا احنا دورات مجانيه تثقيفيه، منصات الدورات التثقيفيه قمنا نخليهم هم يروحون للسوق، طبعا امنيين، طبعا اللي احكي كان الجهات الامنيه قام يعرف شو يريد، هي مو ان احنا المضره، بالعكس راح يروح يجي ويرجع علينا، ليش؟ يشوف السوق شنو امكانيته ويجي علينا بالضبط، يجي باع يقول لك فارق هوايه. ميدانيا طلعنا وياهم، كل الجهات الامنيه طلعنا وياها ميدانيا يجربون منتجنا ويا المنتجات البقيه، ومو دا بخسب احد بالضبط، شافوا فرق كثير بالموضوع بين هاي النقطه وهاي النقطه، بس قلت لك تثقيفيا انه احنا توجه البلد يعني من الهرم ولا اسفله، يعني اليوم لازم دور وزاره الاتصالات، يعني توجه القنوات مثلا او يعني توجه حكومه بالضبط، بالضبط يدعمونا بالضبط، كثير مواضيع عندنا احنا مخفيه، لكن هم نرجع احنا انه القيمه، يعني القيمه الماديه ما عندنا تخص بوا، راح تكون صريح وياك، كانت تفاجئت انه هذا تصنيع عراق. اي والله يعني هذا الله شاهد، يعني هاي تشوف هاي صغيره وبعد هيك هاي كلها تحوي، هاي 75 هاي 100 نحور، يعني هي تجينا هاي تجميعنا احنا نجيب، تشوف كل مصنع يجي علينا ونشوف كيف نفسخ كلها اجزاء جاي تشدوهن او الجاي يعملون هذا الموضوع بالشركه، خريجين اصحاب اختصاص، وديتهم دورات، تحتاجون دورات داخليه وخارجيه، عندنا دورات حتى مجانيه، عندنا قلت لك تثقيفيه اكثر ما قلت لك، يعني ما اقدر اذكرهم يعني، بس شكو يعني جهه امنيه جت يمنا ثقفناهم، عرف انه يروح للسوق شو يشتري، بس قلت لك هي كانت هاي مبدانا انه احنا اتعب ببلاش، مو بس العاب، حيجيني يعرف وين المنتج هو، وعلى هو قلت لك ميدانيه طلعنا وياهم شافوا اكو فرق من السمين ده. استاذ اليوم هاي المنتجات فقط تبيعوها للجهات الامنيه؟ هي حصر نهاية تري موضوع هي حصر، لان يعني الموضوع حساس صح. يعني هذا يعني يحتاج له انه طبعا كل جندي احنا سمعناها من القاده، ميزانيه ما عندنا حقهم،
جندي يحتاج ليش؟ يحتاج بالضبط. بالحدود؟ خص بالضبط بالحدود الأمنية هاي، خص ويا داعش. يعني مشكلتك إنه هو عنده مجهز أحسن من عندي. فصعبة، يعني اللي حكي ليش ما يسوى شيء. الحكومة هي نفسها ما تعمل حكومة. يعني مو يقول لك أنا ميزانيات. ميزانيات. زاد الإنتاج ماكو. السنة هذه على السنة الثانية إحنا ميزانية ماكو. ديش يمكن السنة شوية أهون. هاي السنة ماكو. اكثر المنتجات المحليه الحكوميه خصوصا وزاره احكي لك على وزاره الصناعه منتجاتهم لغايه الان بالمخازن مدفونه. انتم هم عندكم هذا الموضوع ام مخازن لو جاي تمشي؟ احنا عندنا طلب، يجيني طلب معين، يعني مو انا ثابت على نظام معين ولا على قالب معين، اغير السيستم على طول. شنو احتياجات السوق ادرسه. هي يعني المشكله انه ما ندرس كثير من الشركات بالضبط، فاجيب اكون ما اكون بعد الدراسه الواقع بالضبط صح. اشوف شنو ونافس بيها. هسه من تجي للسوق تنزل هذا الناظور، شوف ناظور بالسوق الصيني، فرقنا اذا احنا اغلى او هو اغلى من عندنا. فشي بسيط منطقي، اخذ تجميع عراقي ما يخالف، بس كومبوننت كوري لا اخذ صيني وكواليتي عالي. اذا اقول كان بيه ميزات انه انا بيه هذا يعطيك سنه ضمان من عبث طبعا الى ينضرب ينكسر، لا بس اي شيء خلال المصنع خلال السنه انا اتحمله. السنه الثانيه والثالثه والرابعه الى انفينيتي نقول اي ماده اي جزء يخرب اخذ فقط الجزء هذا فلوسه بالضبط، بس هذا فلوسه. هاي ما موجوده بالسوق. خلل بالثقه، ثقه الناس. هاي بالثقه بالضبط. هاي الموضوع صحيح بالضبط. هي تجربه اكثر بديل، يعني مو مشكله تجربه. هي تجربنا فلوس، جربنا ميدانيا، اطلع اخذ شوفه وعلى ضوء قيم بالضبط. تبغى تاخذ تيست وشوفه، ما حد ينطي هسه حتى بالانترنت، يا انطيني خليني اخذ انتك اعطيني التيست بالضبط. تمام استاذ، احفظك عيني هذيك استاذ. مشاهدي الكرام متواصلين وياك، وبالتالي احنا من المفرح ان نشوف شركاتنا والقطاعات الحكوميه انه جاي تنتج بهاي الكفاءه بهاي الجوده، لكن ما ينقص هذا الموضوع هو فقط لربما توازن الثقه بين المواطن العراقي وثقته بالمنتج العراقي. بالتالي احنا نتمنى انه الجهات الحكوميه الجهات اللي المعنية أنه تدعم هذا الموضوع وتدعم الصناعة المحلية. تواصلني معكم. استاذ سامر السلام عليكم. عليكم السلام. بداية نريد نتحدث عن موضوع مشاركتكم ونشاطكم اليوم بمعرض بغداد لمكافحة الإرهاب، وشنو نوع الخدمات اللي تعرفها والغاية من مشاركتكم؟ المعرض تعرف هو يعني أمن ودفاع وضد الإرهاب. فاحنا كهايتك يعني شركة متخصصة بالتقنيات التكنولوجية والحلول التكنولوجية، الجزء اللي دنساهم به لمحاربة الإرهاب والأمن اللي هو الأمن الإلكتروني، أوكي، اللي هو يجي في الأمن السبراني، يجي إنه المعدات المستخدمة من كاميرات من طائرات مسيرة، أوكي، إضافة إلى أنظمة قد تكون هي غير عسكرية ولكنها مهمة أمنيا عند بالضبط كمؤسسات دولة، مثلا إدارة المستندات. أوكي، حاليا نحن نحكي على الأمن السبراني أنه المعلومات المتناقلة من جهة إلى جهة، المعلومات المخزونة. أوكي، مثلا حتى نطلع من هذا الحد أنه أنت كإدارة مثلا المستندات المواطنين في المطارات، مثلا من مثلا عملية إنشاء المستند هذا، قراءته، إدارة الأمن يعني واسعة جدا. فلذلك احنا نحاول ندعم هالمجال من الجانب التقني للموضوع. تعال اليوم رغم هذا الخدمات اللي جاي تقدموها وهذا السعي اللي تشكرون عليه، اكو تعاون اليوم من الجهات الحكوميه من الوزارات الحكوميه انه تتعاون وياكم او تتعاقد وياكم لتوفير هاي الخدمات؟ والله شوف، يعني احنا حتى نكون واقعيين، احنا نشوف انه يمكن هذا فتشي ممر الى المواطن، لكن الكثير من المؤسسات الحكوميه بصراحه هي باديه من سنين، يعني باديه من السنين، ممكن انه يعيقها امور معينه، ظروف سياسيه، احيانا ماليه،
فهي باديه، واحنا يعني نعمل مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص. تيجي هنا امور معينه مثلا اشكاليه انه تطوير هاي المعدات، تطوير هاي الانظمه احيانا يصير فيها بطء، ولكن للامانه يعني القطاعات الحكوميه باديه بهالمجال، اوكي؟ ولذلك تشوف انه في مثل هذا اليوم تشوف هيك معارض، فاكو ادراك واكو سعي بهالموضوع كذلك يعني. شوف عدة البراندات فعلا. احنا شركاء يعني مع مثلا شركاء مع فورتينت في قطاع الامن السبراني، هايك فيجن في الكاميرات، هواوي، مايكروسوفت، اتش بي اي، ديل، وكثير كثير من الـ يعني الـ من المؤسسات العالميه. احنا شركاء، اوكي؟ اكو فرق بين شركاء وبين وكيل يعني. فاحنا يعني الحمد لله يعني عندنا فريق متخصص تقني على اعلى مستوى، وكذلك كوننا شركاء خبراء هاي الشركات والمؤسسات العالميه دائما موجودين في حال يعني احتاجيناهم في تنفيذ او تصميم امور معينه. استثمر الموضوع يعني وزارة الاتصالات وباقي الوزارات اليوم جاي تنتج هواي من المنتجات العراقية المحلية، رغم انه هي تجميع اوروبية او تايلندية وكورية، منها الكاميرات واللابتوبات وغيرها من الامور. اليوم بامكانكم انه يكون في التعامل وياهم من اجل دعم هاي القطاعات، من اجل دعم المنتج العراقي، المنتج المحلي، لان على اعتبار اليوم هواي من اللي موجودين من الشركات جاي يعانون من موضوع عدم التعامل معهم ونوعا ما الثقة. والله شوف احنا دا ندعم القطاع العراقي سواء حكومي او خاص، اوكي؟ تشترون منهم المنتجات؟ احنا يعني من نشوف اي شيء مثلا، يعني احنا مثلا هواي خدمات بالعراق قد ما تكون فيزيائيه فيزيكال ثينج، يعني نشوف انه اذا هي موجوده بالمنتج العراقي نستعمله، اوكي؟ يعني فاكيد احنا نحب ندعم، اوكي؟ وبنفس الوقت الدعم مو بس بالشراء، يعني هسه انا اعطيك مثلا القطاع الصناعي بالعراق، عدد المعامل اللي احنا نساعدها في بناء خلينا نقول البنيه التحتيه للطاقه بالذات الكهرباء او اليو بي اسات الصناعيه عدد مهول. فلذلك تشوف لما تدخل على القطاع الصناعي او المصانع تقول لهم هايتك، تشوف انه يعني عدد كبير من المصانع احنا داعميها بالتكنولوجيا اللي نقدمها يعني. فلذلك نفس الشيء بالقطاع الحكومي، اي شيء هم يصنعوه، اي شيء يقدموه متوالم مية جوده، اكيد احنا قلت لك اذا اكو فد شيء نقدر يعني نستعمله فاكيد نستعمله، بس عاده ما لقيتوا شيء؟ لا مو ما لقينا شيء. احنا الاكثر من هذا احنا دا ندعمهم بغير امور، انه احنا نوفر لهم البنية التحتية الإلكترونية حتى هم يقدرون يبنون منتجاتهم ويقدموا خدماتهم. شكرا جزيلا. شكرا لك. مع السلامة. نعم مشاهدي الكرام، تواصلنا معكم. خليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا مرحبا، شلون صحتك؟ دوما ستيل شركه عراقيه؟ شركه عراقيه بحته. قد عمرها؟ تقريبا سبع سنوات. شنو الخدمات اللي توفروها؟ الخدمات اللي عندكم جاي تقدمونها؟ والله صراحه احنا متميزين بانتاج السندوتج من ارض المقاوم للحريق. احنا تعمدنا نشارك بهذا المعرض والمؤتمر مكافحه الارهاب حتى المشاركه الاولى حتى نكون على تواصل الدوائر الحكوميه. زين التعامل ويا صناعه السندوتج من ارض كرفانات، مستشفيات، دوائر كذا. هذا يتميز السندوتش منه لأنه المناشئ المواد الفوم مالته مناشئ عالمية رصينة أوروبية. زين نستوردها من خارج العراق. زين ولها فد خاصية إنه مقاومة الحريق بصورة كلش عالية، إنه الحريق يعني النار إيش ما يأخذ منه نار إنه تطفئ النار مجرد تسحب الشعلة من عنده، ما يساعد أبد على الحريق. بوث السندوتش العادي الموجود هسه بالسوق ضد الحريق ضد الحريق ذاك متلحق عليه من يحترق. زين يعني هسه مثل ما شاهد مشاهد الفيديو
زين جاي نشاهد اي هذا بنفس الوقت هاي النماذج الموجوده شنو هذا ضد الحريق سيدا اشوفه بس هذا لون ازرق مو وراه طلبيات خاصه يطلبون هذا اللون هذا ضد الحريق جربهم جرب هذا ضد الحريق بس دني هذا اللي مو ضد الحريق بس نماذج على الالوان هذا ضد الحريق يطفى نفسه ليش هذا باللون الازرق هذا هذا طلبيات خاصه يريد ازرق يريد احمر اخضر حسب نوعيه المنتج عفوا الموقع ماله اليوم تعاملكم ومنتجاتكم فقط مع الدوائر الحكوميه المؤسسات الحكوميه الوزارات لو بامكان الشركات او اي مواطن رسميه وشبه رسميه والغير رسميه نتعامل ليش يطلع تقريبا هذا المتر يعني ضد الحريق يعني يتراوح بين 18 ونص دولار وانت صاعد يوصل حد 35 دولار ال 10 سنتيمات 34 دولار الفرق الفوم واحد بس يختلف بس سمك الحديد كل ما سمك الحديد اعلى كل ما السعر ماله يختلف بس اعلى هذا العادي العادي يعني 11 ونص 12 دولار يتراوح 11 الى 12 دولار على سمك الحديد يعني مو فرق ذاك الفرق اللي هوايه يعني خلينا نقول فرق بين 30 40% من السعر بس ده بالتالي تحافظ على ارواح هاي الناس على الخسائر الماديه وتامن زين لو تشامل طبعا اكيد اكيد طبعا زين خل استثمر الوقت هناك شوف جاي شوف بس هاي الموضوع هاي معاملكم وين؟ هاي موجوده بجرف النداق موقع مالتنا مقابل الشركه نعمل السيارات مصنع واحد طبعا عندنا بس معمل واحد مصنع وعمره 7 سنوات من اوائل المصانع بالشرق الاوسط مو بس بالعراق بالشرق الاوسط مو بس بالعراق شركه عراقيه ثاني معمل بالعراق زين وتميزنا بصناعه السندوتش منال ومتواصلين ويا الخبرات العالمية بكل هاي التفاصيل كوادركم عراقية؟ كوادرنا بها عراقية وبها أجنبية شو الغاية من كوادر الأجنبية؟ الأجنبية شوي نعزز الخبرات باعتبار توادر خبرات يعني مرات يتواصلون ويانا بكذا مو بصورة مستمرة موجودين زين بس يتواصلون ويانا مثلا تطوير الخط الإنتاجي تطوير الخلطات مال مواد الفوم زين طبعا مصنعنا عندنا خنطة للإنتاج كل خط يتراوح يعني بال 6000 متر مربع بالساعة 1,000,000 متر مربع بالسنة زين كل تفاصيل السندويش منها طبعا السقفي وجداري ننتج سمك من 4 سنتيم إلى 10 سنتيم حسب طلب الزبون سمك الحديد يتراوح من 0.53 ملم حتى 0.25 ملم وانت صاعد لحد 0.7 ملم 0.65 ملم أريد أعرف دور الجهات الحكومية هنا وزارة الداخلية الدفاع وغيرها من الوزارات يوم وياكم تعاملهم شلون؟ والله الصراحة طبعاً هاي أهم نقطة هاي اللي جاي يصير الحرائق اللي جاي يصير من يطلع مثلاً الدفاع المدني وزارة الداخلية ما دي يثقفون لهذا المنتج يعني يحشي بس ما بس يقول السندويش منال الرديء وكذا 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 هو صحيح أكو يجي دوركم هذا وعاتبكم يعني الترويج والتدريب احنا متواصلين احنا اليوم كنا نتمنى انه نشوف مدير الدفاع المدني العام اي لانه تواصلنا وياه بالمديريه زين ما جاي يتواصل لنا ما فتح النظر احنا عبانا اليوم نشوفه بس هو اجى يا ريت والله يسمعنا زين اتواصل وياه خليه يثقف خليه يمنع السندوتش الرديء بالسوق العادي زين ويثقف هذا السندوتش منال حتى نحافظ على ارواح الناس لانه هذا ككل لا ابو الحكوميه انه اللي يريد سندويش منال خليه يستخدم هذا النوع اللي يستخدم غير نوع انا ما دا اروج المصنع مالتي لا ما بيها شيء من حقك اذا حفاظا على الناس ويخدم المصلحه العامه من حقك اي بس حفاظا على الناس زين فاحنا الصراحه قلت لك انا تعمدت اشتركت هذا المؤتمر حتى اتواصل ويا جماعه الداخليه والدفاع ومكافحه الارهاب صعبين ما توصلهم صعبين اي ما تحددت لقاء ما احنا الدفاع المدني محصورين مرات اكو دوائر حكوميه رسميه وشبه رسميه اكو يريد مثلا عنده موقع سندويش منال يعني اكو ناس ما يعرف يجي من فهمه كذا وكذا زين يقول اوكي انا هاخذ سندوتش ضد الحريق ننطي نموذج يروح للدفاع المدني الدفاع المدني عندهم مختبر معتمد عندهم ما يعترف باي مختبر معتمد ياخذ نموذج يفحصه واحنا بعدين نلتزم انه ننتج نفس هذا النموذج يبقى صاحب العمل او الزبون ياخذ عينه عشوائيه خلال فتره العمل ويفحصها اذا اكو بيها خلل نتحمل احنا المنشأ كله نتحمل خساره زين احنا هاني ما هذا ما اقدر اغش بيه لانه هذا الفوم مالته واحد يعني كثافته اقل شيء 40 فما اقدر احط غير شيء يعني هسه انت من تقارن ويا باقي المنتجات ما تقدر هسه بث كثافته باقي تعبان شوف عينك حتى جاي نشوف هناك درجه حراره انصهار 900000 درجه مئويه شوفوا بالشعله ما وصلتوا لمدير الدفاع ما وصلنا له حاولت اوصل يعني قلت له بس يفتح الباب حتى نتفاهم وياه بكل التفاصيل صراحه يتواصلون وياه ضباط مرات يجون مرات تفتيش للمصنع وهم يسولف في هاي التفاصيل
زين اقول بس وصلوا لنا مدير عام دفاع المدينه او وزاره الداخليه وزير الداخليه حتى نثقف هذا الموضوع للناس حتى هي ترى مو بس هاي حتى منع من السوق هذا الرديء التعبان جايين بوع حسف من دولارات 9 دولارات مدير دفاع المدينه ما وصلنا له شلون بوصل والله ما وصلوا لنا انتم بعد بلكي يسمع صوتنا ماشي ان شاء الله كل خير شكرا ممنون شكرا شاي كرام تواصلنا وياكم مثل ما شفتوا يعني هاي المنتجات هي منتجات عراقيه وصناعه عراقيه بالتالي اليوم سندويش بنظ هذا اللي جاي تشوفونه ضد الحريق لكن الموجودين هنا المهندسين حاولوا بشتى الطرق الوصول الى مدير مديريه الدفاع لكن ما وصلوا له فنتمنى انه الصوت واصل لجنابه متواصلين وياكم خليكم عليكم السلام ورحمة الله. خلينا نعرف والله عن شركتكم شوية اعطينا نبقى عليها خدماتها. احنا حقيقة شركة هي عراقية اسمها شركة عين التقدم العراقية شركة عراقية عين شركة عين التقدم تكنولوجيا معلومات وخدمات الفضاء متخصصة في مجال الأمن والدفاع والأقمار الصناعية. حقيقة عندنا احنا العديد من الشركات والشراكات مع الشركات العالمية المتخصصة بهذا المجال. احنا من نتكلم على موضوع الامن والدفاع احنا ما نتكلم على معدات فقط ولكن نتكلم على تكنولوجيا الامن والدفاع خصوصا العالم والتطور الحاصل الان في العالم في هذا المجال. واحده من اهم المنتجات الخاصه بشركتنا مع الشركات الاجنبيه اللي هو تصميم وتصنيع واطلاق الاقمار الصناعيه وهذا مشروع كلش جدا جدا مهم خاصه للبلد وللامكانيات الخاصه بالاقمار الصناعيه وامكانيات الاقمار الصناعيه من ناحيه التصوير والتطبيقات الفضائيه بالاضافه للعديد من المنتجات الأخرى اللي تدخل في موضوع الامن والدفاع الخاصه بهذا الموضوع. هذا كنبدا خاص عن الشركه او نبدا بسيط عن الشركه. افهم سيجوز المتلقي اللي جاي شهاده اقمار صناعيه طائرات مسيره. صح. هي احنا مثل ما تكلمت حضرتك هي موضوع الامن والدفاع ليس متخصص الان فقط بمعدات مثل الرشاشه والمسدس وهي لا هاي تجاوزناها احنا في هذه المرحله وانطلقنا الى مرحله اخرى في الامن والدفاع اللي هو موضوع التكنولوجيا الحديثه، كيف اسخر التكنولوجيا في خدمه الامن والدفاع؟ من هذه التكنولوجيا مثال على ذلك المراقبه والتتبع، كيف انا اقدر اراقب الهدف؟ كيف اقدر اتتبع الاهداف اللي موجوده عندي؟ طيب شنو الادوات المستخدمه في هاي؟ شنو التكنولوجيا المستخدمه؟ تنتكلم احنا ليست فقط على طائرات مسيره، الطائرات المسيره هي اداه ولكن لها اجزاء اخرى، تحتاج برامج خاصه لهذا الموضوع، تحتاج كاميرات خاصه لعمليات التتبع، ايضا موضوع الاقمار الصناعيه ليست فقط هي عمليه تصوير فضائي وقمر صناعي وانما انا كيف اسوي استفاد من الصوره اللي طلعت عندي من ناحيه التطبيقات من ناحيه مكافحه التصحر من ناحيه الجفاف من ناحيه المزروعات من ناحيه تلوث التربه تلوث البيئه المياه الامور الاخرى. حقيقه هذا الموضوع هو يدخل ايضا في الامن القومي. مثال على ذلك من نتكلم احنا على تلوث المياه مرتبط بحياه الانسان، اذا احنا نتكلم على امن بلد متعلق بحياه مواطن. طيب هل المياه ملوثه؟ وين عمليات التلوث؟ هل البحيرات الخاصه بنا متلوثه؟ طيب شنو مقدار الجفاف اللي موجود عندي اني؟ شنو مقدار التصحر اللي موجود؟ اذا هو ليست فقط لهذا احنا طلعنا من مفهوم الامن اللي هو خاص برجال الامن والارهاب الى لا انه مفهوم التكنولوجيا وتسخيرها بخدمه الامن الاستراتيجي والامن القومي للعراق واللي هو يشمل الكل. هو هذا حقيقه كان الهدف الاساسي من الشركه للمشاركه وهو عرض مفهوم اخر لموضوع الامن. وهذا احنا يمكن نشاهد اكو بعض الشركات خاصه متخصصه بالاسلحه اللي عندهم اسلحه متخصصه، لا احنا طلعنا من هذا المفهوم ان مفهوم الامن والتكنولوجيا الخاصه بهذا الموضوع. اليوم خدماتكم فقط تتوفر للشركات الامنيه بالوزارات الدوائر الحكوميه لو للجميع متاح؟ حقيقه احنا عندنا القطاعين، احنا مستهدفين قطاعين من العمل، القطاع الاول هو القطاع الحكومي لان بما انه هي منتجات امنيه وخاصه بالامن القومي اذا هي متعلقه بالاجهزه الامنيه ومتعلقه بالحكومه العراقيه. ولكن بالنسبه للمواطنين ايضا احنا عندنا قطاع خاص بالقطاع المدني واللي هو نستهدف به هو الجامعات والكليات وطلاب الدراسات. ليش شو نسوي بها؟ لان انت الدراسه كيف انا اجي مثال على ذلك طلاب كليه الزراعه، طيب انا اريد ادرس حاله البلد، اريد ادرس حاله التصحر الموجوده عندي، ادرس حاله المزروعات، ادرس حاله الافات مثال على ذلك ايش قد عدد النخيل الان موجوده بالعراق.
هل أنا أطلع أشخاص يحسبوا لي عدد النخيل وإلا أستخدم التكنولوجيا الحديثة لحساب عدد النخيل، وأقدر ممكن نوفر إحنا تطبيقات خاصة لهذا الموضوع. إذا أنا سخرت التكنولوجيا في موضوع الأمن وموضوع أيضا القطاع البحثي وقطاع التعليم العالي اللي موجود عندي وطلبة الدراسات كيف يستفادون من هذا الأجزاء. أكو في بعض الجهات الحكومية المدنية ممكن أن تستغل التطبيقات اللي إحنا موجودة عندنا، ولكن في جزء معين. مثال على ذلك التخطيط العمراني، كيف أنا أجي أسوي تخطيط عمراني للبلد، كيف أجي أوزع قطع أراضي، هل هذه قطعة الأراضي مستصلحة أنه أنا أو صالحة للسكن، هل هي وادي، هل هي، لأن صارت عندنا كثير من الحالات تصير عند بعض الأمور أنه أنا أوزع قطع أراضي ولكن أروح أكتشف أكو بها منشآت، أروح أكتشف ألقي أنه لا جزء بها نفط، أروح أكتشف أنه لا هي وديان لا تصلح أنه لازم أجي أدفنها وأجي أصرف كثير من الأموال حتى أسويها وتكون مؤهلة للعمليات السكن، لا، بينما أنا أعطيك خارطة كاملة، أعطيك رؤية كاملة لها. تطبيقات كثيرة وواسعة من عندها، هي تطبيقات مدنية، كل التطبيقات الخاصة بهذا الموضوع موجودة، لا مو على التليفونات، العفو، احنا التطبيقات هي تطبيقات برامجية خاصة بالتصوير الفضائي اللي انت تحصل عليه. هي ليس الهدف انه اخذت الصورة، انا اخذت الصورة الفضائية، ولكن كيف احلل الصورة واستخرج منها المعلومات اللي أنا تخدمني بهذا المعلومات كلها تطلع من خلال التصوير اللي احنا نستخدمه، الارض، التخطيط العمراني، كلها كل واحده لها تطبيقات خاصه، وهي تطبيقات خاصه ملك للشركه. زين، خلي شويه ارجع لكم موضوع ابراهيم، كم نخله بالعراق عندنا؟ والله حسب احنا ما حسبنا كم النخلات الموجوده لحد هاي اللحظه بالعراق، ولكن انا حسب ما يعني اللي اخر الاخبار يمكن 9 مليون نخله موجوده عندنا، ولكن شنو هي توزيعها، شنو التوزيع الجغرافي مالها، ما موجوده عندنا، ولكن احنا عندنا دراسه حقيقه لمنطقه جنوب بغداد اللي هي محصوره ما بين بغداد ورضوانيه وهاي الاجزاء، وشفنا حقيقه المقدار التضرر الصاير بهذه المنطقه ما بين 2019 و2022، واذا سمح الوقت يمكن حتى اشوفك الصور، اشوفك لا جزء من الصور ما بعد يعني اللقاء، انه مقدار الجفاف اللي صاير، مقدار تأثر الأرض بالجفاف والتصحر اللي صار عندنا في منطقة جنوب بغداد، وحقيقة شيء مأساوي هذا الموضوع. لهذا احنا قلت لك التطبيقات هي ليست تطبيقات فقط مدنية وليست تطبيقات عسكرية. مثال على ذلك انت تقولي شنو فائدة او شنو علاقة الجفاف بالأمن، الجفاف راح يأثر على الحركة السكانية، إذا أنا عندي صارت حركة سكانية نتيجة الجفاف، حركة سكانية من الأرياف إلى داخل المدن، بمعنى أنا صارت عندي طبقة عاملة عاطل عن العمل، طيب كيف أنا ربما إرهاب يستغلهم، ربما يستهدفهم الإرهاب أو الأمور غير قانونية، إذن كيف أنا أساعدهم في علاج هذا الموضوع حتى أثبت وأركز عدم حركتهم. إذن هي ليس فقط تطبيقات أمنية وإنما أشياء أخرى أو تطبيقات تخدم الأمن ولكن بشكل ربما غير مباشر من هذا الباب. الله يرضى عليك حبيبي الغالي، الله يرضى عليك. واضح هسه من خلال كلامك ومن خلال كلام بعض المشاركين هنا، يعني جاي أحس إنه البلد فيه كفاءات، عندنا هواي أنشطة، عندنا هواي، يعني بإمكاننا أنه نبني بلد أحسن من هذا الواقع اللي عايشينه. أكيد 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 أكيد، حضرتك تتكلم الآن على المعرض، ليس فقط أنا، ليست فقط شركتنا، وإنما كانت الشركات اللي موجودة هي أغلبها شركات كوادر عراقية، كوادر ناجحة، عندها من القدرة، عندها من الإمكانيات الفنية، عندها من الإمكانيات المعلوماتية اللي تستطيع، ولكن هي تحتاج الفرصة للنجاح. هي ليست فقط أنت فرصة منين؟ فرصة من الدولة للنجاح، يجب أن توفر الدولة فرص لاستيعاب هذه الطاقات الشبابية واستيعاب هاي الكم الهائل من التكنولوجيا والمعلومات والأفكار لإنجاح هذا الموضوع، واللي هو هذا حقيقة هو هذا هدف المعرض. الهدف المعرض ليس فقط شركات أجنبية وإنما الشركات المحلية كيف تعرض الإمكانيات اللي موجودة عندها وكيف تسخر هذا الموضوع وكيف ينعكس على واقع الاقتصاد، لأن هي بالنهاية أيضا حركة اقتصادية. لما تعمل الشركات العراقية بمعنى إنه أنا راح أوفر فرص عمل، راح أوفر حركة بالسوق، راح أوفر أمور اقتصادية أخرى كاملة تخدم البلد. حبيبي الغالي الله يرضى عليك. المشاهدين الكرام، بالتالي مثل ما شفتوا يعني اقدر اقول انه هذا المعرض او جميع المعارض اللي قيمت على معرض بغداد، يعني جاي نشوف ما شاء الله البلد يضم كوادر مهنية محترمة بشركات بمنتجات، يعني تنافس المنتجات والمنشآت العالمية، لكن بالتالي نرجع ونقول الدعم الحكومي، الدعم الحكومي. اذا العراق بكوادر، بمهنيين، بناس كفوءة، لكن بالتالي هاي الناس وهاي الكوادر ما ماخذين فرصتهم بسبب الدعم الحكومي. فبتمنى انه بالمرحلة المقبلة او بالسنوات اللي جاية يعني دعم هاي القطاعات، دعم هاي الكفاءات، لانهم بالتالي ولد البلد، وياريت نبقيهم بالبلد حتى يخدمون البلد، مو مثل باقي الكفاءات اللي ذهبت بغير بلدان وبنت وعمرت وبقى العراق على وضع. ختام، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، إلى اللقاء.